ما حسيتش بيها. واحنا لولا يعني عايز اقول ايه، لو بطلنا نحلم نموت، معايا وصديقه وزميله عزيزه الاستاذه شريهان خفاجه، برنامج بنحلم نعيش. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل. كل سنة وانت طيب يا أستاذ روبير، المساحير عليك وعلى كل الناس الموجودين، وكل سنة وانت طيبين، عيد مبارك على الناس جميعا يا رب العالمين. علينا وعليك. حضرتك طيبة، احنا افتقدناك في شهر رمضان. البرنامج بتاعك ابص عليه كل يوم ثلاث مش لاقيه، هتيجي امتى؟ كل يوم اربع بس. كل يوم اربع. انا ولا يهمك، انا الهدف كانت رمضان كان فيه دوشة كتير جدا واعلانات ومسلسلات. كل سنة وانت طيب. كنت طيب. كان صعب جدا ان احنا نقدم البرنامج في التوقيت ده، لان كان في زحمه كتير، وانا عامله برنامج جديد اسمه قصص البنات. فحابه ان يكون الناس هاديين جدا وهم بيسمعوا، لان معلومات هتفيد كل اسره. فان شاء الله باذن الله نبتدي فيه من بعد اجازه العيد، هنبدا بقى نعرض كل الناس خرجت من رمضان كل سنه وهم طيبين واجازه العيد، وبداوا ان هم يفتقروا نفسيا، يعني يشوفوا نفسهم. كل حد بيفضل مجال رياضي، مجال سياسي، مجال اقتصادي، مجال فني، كل واحد ليه ميول ان هو يسمع برنامج معين يعني. جميل جدا. وده هيكون كله اربع برضه عشان انتظره ولا امتى؟ ان شاء الله كل يوم اربع. كل يوم اربع الساعة 8 ان شاء الله. كل نفس الميعاد بتاعك، كل اربع الساعة 8، عشان ده ميعاد مهم عندي جدا. عملنا ايه النهارده؟ احنا دلوقتي الساعة 10:30، عملنا ايه في اول يوم العيد؟ طبعا احنا اول يوم العيد انت عارف ان في ناس بتكون عندها طقوس كده زياره العائلات، يعني طبعا. كان في طبعا انا باكد على الموضوع ده للناس كلها، يعني ان لازم يكون في زياره ما بين العائلات وبعضها والاقارب، وزياره الاقارب والموده والرحمه اللي موجوده ما بين الناس. بيفضل ان شاء الله يعني دايما، اتمنى ان هي تكون طول السنه، بس احنا متعودين ان هي بتكون في الشهر المبارك. تمام. وفي كل عيد يعني كل سنه وانتم طيبين. وبعد كده طبعا اكلنا رنجه وتعبنا وملوحه وحاجات دي. مصر كلها كلت رنجه. ده لازم. يعني عايز اقول لك، يعني انا كانت ريحه الرنجه جايبه اخر، ما انا مش عارفه جايه من البيت من عندنا ولا من البلكونه ولا من المطبخ، كانت الدنيا رنجه. وهو رزق برضه الناس اللي بيبيعوا الرنجه. وخدي بالك احنا خالص، انا عايزه اقول لك ان بجد عاده يعني مش طبيعيه خالص. ضربتي معاها بصل ولا لا؟ للاسف للاسف. حلاوتها في البصل، والواحد يلغمط كده يا جماعه، هو ده العيد. العيد فرحه. قال لا العيد فرحه، بس انت مش متحمس قوي كده، خارجين في الصيام يعني، المفروض ما كانش. دي عاده سيئه برضو، احنا خارجين بطننا مجروحه. يعني احنا بطننا مش متعوده، يعني بطن صايمه لسه، ما ينفعش تستقبلها بملوحه عاليه بالشكل ده وباكله تقيله قوي كده. فلازم برضه ما كناش استقبلناها، يعني هي انا عملت كده، بس هي عاده سيئه صراحه للجميع، يعني بتمنى ما فيش حد يعملها تاني. يعني انا اوعدك ان احنا نعملها كل عيد، وانا بشكر بشكر حضرتك، ومنتظرينك ان شاء الله كل يوم اربع الساعه 8. الزميله الجميله الاستاذه شريهان، كل سنه وانت طيبه. طيب الف صحه وسعاده، وكل جمهورك وكل جمهور الصحه والجمال بصحه وسعاده يا رب العالمين. شكرا يا فندم، شكرا.